إذا قيل لك ما هي الفائدة المتعلقة بالتوحيد في قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فقل إن الضر ولو كان يسيرا ولو كان صغيرا فلا يمكن أن يكشفه عنك إلا الله، لأنه قال هنا ضر نكرة في سياق الشر، فدل على أن الضر عظم أم صغر، فإنه لا يمكن أن يكشفه إلا الله جل وعلا.